تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين. وقد نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم بشتى سوارها، لا سيما جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتقليد العملات وتزوير المحررات الرسمية. فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي لغسل الأموال بالقاهرة، حيث قام بغسل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وشهادات ادخارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة، بحجم تعاملات بلغت طبقا للفحص المستندي 60 مليون جنيه. الإدارة نجحت في ضبط نشاط إجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث يقوم تشكيل عصابي بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وعلى صعيد ضبط جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 5 تشكيلات عصابية بالقاهرة والإسكندرية والغربية والقليوبية لقيام عناصرها بالاستيلاء على نحو 13 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في مجالات تجارة الحديد الخردة والأدوية وإنتاج وتجارة المنظفات ومستحضرات التجميل وإكسسوارات المحمول، وذلك مقابل أرباح شهرية امتنعوا عن سدادها، كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. وعلى صعيد ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية المتورطة في تقليد العملات والمستندات الرسمية، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بالمحافظات المختلفة على صفحات إلكترونية أنشأوها لهذا الغرض، كما استخدموا إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة وكرا لنشاطهم الإجرامي، وعثر بها على عملات مقلدة لفئات مختلفة ومواد وأدوات تستخدم في التقليد. في الاتجاه ذاته نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي لتقليد المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط مستندات ومحررات رسمية مزورة وأدوات ومعدات تستخدم في عملية التزوير. المديرية تمكنت أيضا من ضبط تشكيل عصابي يقوم عناصره بترويج العملات الذهبية المقلدة، حيث يقوم عناصر التشكيل بإيهام ضحاياهم أنها عملات ذهبية خلافا للحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل بيعها لهم.